مرحبا بكم على قناه التاسعه تي في موعد الاثنين من هنا الان مجلتكم الاخباريه اللي كالعاده من خلالها نحاولوا نكون في قلب مشاغل التوانسه واهم الاحداث الوطنيه اللي اهتميتوا بها وان شاء الله نوفق في ذلك ما تنساوش نجموا تتفاعلوا معي معنا على فيسبوك الباج نتاع التاسعه تيفي على فيسبوك تنجموا تتواصلوا معنا في تويتر على هاشتاغ هنا الان تنجموا زاده تتفرجوا فينا وتابعونا على شان يوتيوب التاسعه تيفي وتنجموا زاده تتابعونا على سيت انترنت التاسعه أه, تو دفيت نكتشفوا العناوين إعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء مساكن في تونس هل يزيد من مشاكل السكن في البلاد؟ موضوعنا هذا نحكي فيه بعد شوية مع حافظ الملكية العقارية جميل جمال العياري اختتام ايام قرطاج السينمائيه هل استوعبنا الدروس وهل من منطلقات جديده للمهرجان الاول عربيا وافريقيا؟ النهضه في امتحان جديد لمدنيه الحزب وتموقعه في المشهد السياسي المتغير في تونس. ضيفتنا يمين الزغليمي. نرحب اذا بضيفي سيد حافظ الملكيه العقاريه سي جميل العياري مرحبا بك مرحبا بكم سيدة نظارة ست... كما فهموا المستمعين وكما فهمتوا لموضوعنا اليوم هو على إعفاء الليبيين من رخصة الوالي نشوفوا ار هذايا الأكثر تفاصيل ونعود نرحو ونحكي معك سيد جمال العياري ضيفنا اليوم أصدر نهار الاثنين 31 أكتوبر حافظ الملكية العقارية مذكرة تفيد بالسماح للليبيين باقتناء عقارات قرار أثار حفيظة العديدين كما الناشطين في قطاع الفلاحة في حين القاء استحسان من أهل القطاعات كالسياحة والصناعة وثيقة رخصة الوالي اللي صدرت حسب قانون 4 جوان 1957 كانت تشمل التونسيين والأجانب وأصبحت في سبتمبر 1977 تخص كان الأجانب والقانون في نص يقول إن كل عملية عقارية فيها أطراف أجنبية لا بد أن تتم بموجب ترخيص مسبق من الوالي وإلا كانت باطلة بعد الثورة ونظرا للأحداث الصايرة في ليبيا واللي دفع عدد كبير منهم للاستقرار في تونس والشراء منازل وعقارات استغل بعض الأشخاص الوقت اللي ينتظر فيه الأجنبي مدة التحصل على رخصة الوالي ويقوم ببيع العقار أكثر من مرة من جهة أخرى ونظرا لحاجة تونس بعد الثورة للمستثمرين مثلت وثيقة رخصة الوالي عائق للمستثمرين الأجانب اللي تونس مستحقة لهم التحسين وضعها الاقتصادي قرار خلف ردود فعل مختلفة من المتدخلين في القطاعات الاقتصادية من فلاحة، سياحة وصناعة ليه وجه أمني خاصة في ظل ما تعيش المنطقة من فوضى شكرا لزميلي محمد شريف حواس على هذا التقرير اللي لخص شويه الفكره اللي تحدثوا عليها اليوم والمذكره اللي تمكن الليبيين اليوم من انهم يشتريوا مساكن في تونس من غير ما يرجعوا لرخصه الوالي، كانت واضحه لنا هذه المذكره على الجاد في حين انه القانون المتعلق بتمكين الليبيين وغيرهم من المغاربه وحتى الفرنسيين من اقتناء مساكن في تونس كان موجود من عام 61. علاش اليوم هذه المذكره؟ تفضل سي جمال. شكرا على الفرصه اللي تحتوينا لنا باش نوضحوا شويه للراي العام وروا مساله الاتفاقيات الدوليه اللي تعلو القوانين الداخليه نتاعنا بحكم المصادقه عليها بقوانين داخليه وما الى قديمه معناتها في تونس مش جديده اتفاقيات الاستيطان امضيناهم في الستينات وقت البناء العقاري الكبير في تونس قبل مجله حقوق العينيه وقبل قانون الاراضي الاشتراكيه كانت اتفاقيات الاستيطان مع ليبيا ومع الجزائر ومع المغرب ومع موريتانيا ومع النيجر هذه البلدان بالذات ولا فما بلدان اخرى؟ في اتفاقيات الاستيطان اي اتفاقيات الاستيطان, اي اللي, اللي نجموا احنا نشريوا اراضي بس. هوني مم. هما يشريوا اراضي في بلادنا واحنا نشريوا اراضي في بلادنا. نعامل كما يعاملون على ارضهم ونعاملهم كما نعامل نحن على ارضنا بالضبط. فيما يخص اقتناء المساكن اللي هما شنو البلدان؟ هاني أه كنت المغرب نعم عدد فيهم المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا والنيجر فرنسا ليه؟ فرنسا ليه؟ فرنسا عندهم مم. اعفاء من رخصه الوالي في خصوص مم. أو اجنبي يملك معناها في خصوص العقارات المبنيه او المكتسبه ملكيتها قبل قبل 1 جانفي 56 المستوري على تسميته تو باملاك لجن الايطاليين عندهم تقريبا نفس تعفاز كيف كيف دونك انه اجنبي الاجانب الكل بكل الجنسيات مم. في الصناعي في الصناعي والسياحي يملك يملك بدون رخصة لأنه الاستثمار لا بالنسبة للصناعي والسياحي منذ قانون 2005. وخمسة اه. العقارات الفلاحية راهي ماهيش داخلة في ماهيش داخلة في الحساب هذا كومبليتمون لأنه العقار الفلاحي بطبيعة الحال يتعلق به أمن يعني معناها الأجانب الكل عندهم الحق باش يملكوا في الصناعي والسياحي معناها ينجم يملك نزل على الأراضي التونسية ينجم يملك معمل على الأراضي التونسية من, من 2005. من 2005. باه. تو بالنسبه للسكن المنازل معده للسكن. اليوم المذكره اللي خرجتها سيادتك تخص الليبيين تنحي لهم رخصه الوالي الليبيين كهو من دون المغاربه والموريتانيين والنيجر الجزائريين المقيمين اللي عندهم وثيقه اقامه في تونس يملكوا ويبيعوا ويشريوا بدون رخصه الوالي الاشقاء المغاربه الماروكان معناتها مقيم او غير مقيم. يملك بدون رخص والي فهمت يعني تعاملوا معاهم بصفه طبيعيه وعاديه لو باتريمون موريتانيا ولو باتريمون نيجيريا مم. الحق اللي ديريزوار معناها باش نخلقوا له منظومه قانونيه ولا كذا مي التعامل معاهم كان سلس حتى ايش العام 97 ما فما حتى مشكل يبقى علاش الانترفيان المذكره هذه بالذات للعلم هي لو لتبنى حق ولا تسحب حق ولا تنحي مم. حق هي مذكره في صار في صار شوي صار شويه تطور لانه وقت اللي صارت صارت المسار في ليبيا ومسار في تونس في 2011 وقعك معناتها النزوح الكبير فهمتني ولا جاو اكثر من 500 الف ليبي في في, في مرحله اولى ثم بريسك ولاو مليون اكسترا فان وزاره الماليه وزاره الماليه اصبحت تمتنع من تسجيل عقود من تسجيل عقود البيع نتاعهم ولا عقود الشراء من عام 2011 من عام 2011 اما قبل كانوا يملكوا بصفه سهله سلسة. سلسه من غير رخصه الوالي من غير رخصه الوالي حتى العام 97 عام 97 فما واقعه شنو اللي صار عام 97؟ واقعه بعينها ايه؟ واقعه بعينها ايه؟ بتدخل من رئيس الجمهوريه الاسبق فهمت اه تم فرغ مسألة مسألة الريسيبروسيتي فهمت المعاملة بالمثل وقيل أن ليبيا لا تعاملنا بالمثل وأبطل بيع معين فهمت في في وضعية آه. مخصوصة آه. ومن غادي فهمت ولا بلوز وموا نقولوا احنا ولات عندنا مشكلة في تطبيق اتفاقية اتفاقية الاستيطان مش معناها مشكله بمعنى ليبي يجي باش يشري ار بلوتو مسكن في تونس ما عندوش الحق باش يشري والا يقولوا له برا جيب رخصه الوالي طول عليه الاجراءات هاو. حتى لين يكره العمليه ولات اوكا باركا ولات اوكا باركا ولا تي دو كليون وهذا يتعدى وهذا ما يتعداش ولاسباب ما, تعرفه. يختلط تعاد م -م. ما تعرف يختلط عاد هنا الامني بالسياسي بالدبلوماسي ما عادش تعرف حتى شيء دونك سا بلوز او موان ولات ثم صعوبات 2011 امتنع السيد وزير الماليه من من تسجيل العقود هذه من 2011 ل 2016 كانوا كيف يجيبوا لنا الكونتراتوات نتاعهم قولوا لهم احنا في دار التنكيل العقاريه رانا ما نجموش نرسموهم هذا بيسكو هو موش مسجل مجله الطابع الجبائي والتسجيل تمنع التعامل على عقود غير مسجله بالقضاء المالية كانوا كي يطعنوا في مقرر حفظ التنكيل العقاريه هذا بالرفض المحكمه العقاريه تسيرنا في هذا الاتجاه اللي جات جد جديد اكتوبر 2014 يصدر حكم ضد السيد وزير الملك من المحكمة الإدارية يلزموا بتسجيل هذه العقود قالوا تو دوري نوفمبر شو يتسجل العقود هذوم دونك سبب الرفض نتاع الترسيم ولا ما عادش موجود لا بالنسبة لنا نحن ولا بالنسبة للمحكمة العقارية بالنسبة للعلوم بعد الحكم نتاع المحكمة الإدارية بعد المحكمة الإدارية أصبح يجبر على والحكم. تسجيل والسيد هذه والسيد العقود السيد وزير المالية سيد. تقريبا فما 300 قضية منشورة أمام المحاكم لتسجيل العقود فما برشا هو كل كل قرار قرار تاع قرار رفض من حفظ أه. الملكية العقارية يلحقوا من عند المحكمه العقاريه ما بي انت كنت وانت تتحدث على هذه المذكره وتتحدث على انه هو قانون او اتفاقيه استيطان منذ 61 تمكن الليبيين وحتى المغاربه من من ملك مساكن في في تونس قلت انه باش تدخل الخزينه الدوله فلوس اللي ما كانتش تدخل تخلط بموجب تسجيل هذه العقود قداش باش تدخل هذه العقود لخزينه الدوله ها نقول لك احنا تويكا لو شيفر اللي عندنا فهمتي جو لافونس افيك برودونس عندنا 2500 بين 2000 و 2500 شريط تمت الموجبات القانونيه والسيد وزير الماليه باش يولي من هنا فصاعدا يسجل وتعرف في معلوم في التسجيل فما 1% بعنوان خدمات اداره الملكيه العقاريه دونك لا يستقيم لا منطق ولا قانون اني انه نخلصوا عليه في معلوم الخدمه وما نزديوهاش هذه ناحيه علوية اتفاقات الاستيطان على القانون الوطني على يعني أمر 57 مم. الأمر العلي أنت 57 حقتها المحكمة الإدارية في برشا مناسبات والمحكمة العقارية في أكثر من 60 مناسبة مم. دونك إلي اليوم فهمت قدام فقه قضاء مستقر أن نعاود نحيروا الحكاية دون نوفو عندك اللي باش اللي حاصل اللي حاصل أموان. اليوم تقريبا حتى حتى بصفه تقريبيه ما نقدرش نقول لك بالضبط ميه هاتون نعطيك أه تمثيل كلام و عندنا 2000 بين 2000 و2500 بيعه حاصله هذا موجودين ودفعت فلوسهم هذا اذا كان باش تسجلها 6% فهمتني حط معدل تاع 200 مليون ولا الفيلا ولا وتعرف اللي بيه يشتروا في برشا حياه راقيه في تونس ونجموا اكثر دونك بعنوان 6% شوف قديش <ده> ما تنساش احنا راه نحينا مش نحينا رخص التوالي معناتها قلنا راهم ما, ما يخضعوش رخص الولي ولكنهم يخضعوا رخص محافظ محافظ البنك المركزي ما ننساوش بالنسبة لغير المقيم في تونس والتحويل بالعملة الصعبة والكونت داتونت دونك هنا سكو سافا أمني كوم ديبو أون ديفيز كوم ديبو أون ديفيز معناها كيف كيف في كاسة كي الدولة معناها اليوم بأرقام وزارة الداخلية عندنا تقريبا تقريبا حسيلو فما حسبة أون موين عملناها عملناها اليوم هكا عملنا أون موين نتاع 100 ميل أورو فوا 2000 هل 100000 و 2000 شوف طيب اليوم المذكره هذه اللي طبق هذا القانون اللي مكن الليبيين من انهم يشريوا المساكن باكثر سهوله مم. وسهولة المساكن في تونس واحنا نعرف الوضع في ليبيا بمعنى انه ربما كان كانوا قبل 2011 ما كانوا يقولوا مثلا 200 ليبي نجم يشري ارض دار في تونس اليوم العدد باش يزيد اكثر بالتالي باش تصير فما مزاح ما بين حق التونسي في انه يقتني مسكن وحق الليبي في انه يشري مسكن والليبي اللي يجي لتونس بيان سور طاقته الشرائيه اكثر من التونسي اللي عايش في تونس بالتالي وكانك تحل مشكل الخزينه ولو انه باش يدخل بعض المليمات سما في خزينه الدوله ولكن تسكر المشكل وتحل مشكل كبير اللي هو مشكل السكن في تونس انا نحب نقول لك حاجه واحده انه الليبيه ساعه دابور, دابور. كيفهم كيفنا راهو عندهم فقراء هم عندهم طبقتهم الوسطى وعندهم لا نحكي على اللي باش يجي اللي باش يجي لتونس انا يذري. اللي باش يشري ارض في تونس ولا ولا معناها مسكن في تونس مانيش نحكي على الشخص اللي قاعد في ليبيا ولا داكور. ولا, ولا قاعده نعمل في نوع من لينيغاليتي بيننا وبين الليبيا مرحبا بهم مش اشقاء نحن ابعد من ذلك اما نحكيو على طاقه شرائيه عند التوانسه اليوم في اقتناء مساكن كي انت تحل الباب يقول لك لليبية انا ما عادش نجم نشري بتاتا لانه الاسعار سترتفع اكثر وهو كذلك معك معك لكن خلينا ندقها النقطه هذه بالذات بالنسبه لل بالنسبه للليبيين اللي موجودين مم انا قلت لك على 2000 2500 شريحه حاصل دفعت الفلوس مم تسجلوا في القباضه تحوزوا بالعقارات نتاعهم واستعملوا ساعة ساعة دي سوبترفوج راهو شراو باسم تونسي ومعتها بار بيرسون انتربوزي ايه طرق ملتوية لل... دونك وحاجة أخرى هنا انا لو موفمون ماس لو موفمون ماس تاع الاخوة الليبيين يظل يورلا سويبي سيء ورانا تو جاوا المليون في اول مره وتو 800 الف معناتها ما عادش فما تحرك كبير نتاع يزور لي أنا في تنجم هذه قد تمكنوا من انهم يزيدوا يشريوا اكثر انهم يشريوا انا نقول لك حاجه قد تكون تحل هذه معناها القانون هذا او المذكره هذه في بعض القراءات زادت تسهل المهمه للباعث العقاري الخاص لانه بيني ديار او ستوندينغ ويبيعهم بالغلاء بالتالي التونسي ما ينجمش يشري مسكن بزوز 200 مليون ب 300 مليون 350 مليون واحنا طالعين بيان سور هذيك اقل حاجه معناها آه، واليوم اللي بينا نجم يشري فاسيل ما أنها إنيقاليتي النا... احنا... احنا... واحد عنده فلوس يشري واللي ما عنده فلوس نقول لك حاجة واحدة هنا نقول لك حاجة واحدة الوضع دي ما ويخدم البعث العقاري الخاص مده. اللي بيش يخدم أكثر للناس اللي عندها فلوس البعث, في... العقاري الخاص معناها راه وراه ورسم الوطني ونسيان ولد البلاد هذه معناها بيع وبالتوفيق ليه؟ أنا العقاري <ونسيقني> الخاص <applause> أنا نقول لك حاجة واحدة نقول لك حاجة واحدة اليوم عندنا خمس سنين مسكرين خمس سنين مسكرين 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 على الليبية وعلى غير الليبية فهمتني اسكو رخصوش ما رخصوش كان المشكلة في الطاقة الشرائية نتاع المواد التونسي فهمتني ولا؟ ما هوش الدخول الوافد الجديد هو اللي باش يزيد يعكر الوضعية ثانيا والأهم الطبقات المتوسطة ومدن المتوسطة في تونس عندهم برنامج نتاعهم نتاع التعمير والسكن الخاص بهم معناها السيد وزير الماليه عم في تنبك الازمه معناها هذه نتاع الـ... تنبك الازمه نتاع الخزينه مم. ويتنازل على 1% من معلوم التسجيل لجماعه المسكن الاول هذه جماعه المسكن الاول علاش؟ ما باش نشجعوا الطبقه الوسطى وباش نحفزوها شويه تاخذ عندنا برنامج كامل نتاع السكن الاجتماعي ونتاع الفو هذا ما ما حتى واحد حتى اجنبي مهما كان ومهما كانت الاتفاقيه اللي تربطوا بينا ما يدخل فيه هذا خاص سبرولز ما نجميش حتى حد ما عند شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، هذا كله ديستيني للتوانسة، السكن الاجتماعي نتاع الطبقات الفقيرة كاريمون نتاع البرنامج وزارة التجهيز هذاك كيف كيف هذا كله كان كان للتوانسة. يبقى تويكا فما ان ستاندينغ معين. اسكو التونسي المتوسط جو سوي ديزولي مدام المتوسط عمره ما ملكو ستاندينغ هذاك، لا في أحسن سنيننا لا توا في سنيننا وقت اللي التقطنا شرائية تهريت تهريت وما إلى ذلك. أنا جو بريفير جو بريفير جو بريفير نرجع ديما للاخصائيين نرجع للاخصائيين العميد نتاعنا سي حسين الديميسي فهمتني كي نوزا كريتيكي اونتر فهمتني هذا استاذنا وديما فهمتني ديما نقبلوا منه كي نوزا كريتيكي مي قال راه باش تكون لها سح... دي روتومبي ايكونوميك به هذا عملية هذا سي حسين الديميسي معناها وتعرفوا قداش اللي كريتيك اليغار فهمتني ديزانستونس اوفيسيال فهمتني ولا انت كحافظ ملكيه عقاريه ما انه مهم جدا انه يكون فما نوع من التوازن اليوم انه تكون المساكن الاجتماعيه خاطر برشا على مساكن سمحني في الكلمه كاملوت معناها الستاندينغ نتاعهم بسيط جدا في دقيقه ما يتكسر الشيء اللي في وسطها الكل سال دو بان باب بوانيي اكستيرا بالنسبه للمساكن الاجتماعيه هذيا والستاندينغ يقعد ديما وكانه معناها عمال تزيد تكبر الفجوه الاجتماعيه والطبقيه حتى فيما يخص المساكن هنا انا ما عندي حتى السلطه ما لك حافظ ايه جو بار دو لانستيطيسيون مش دو بيرسون ما فما حتى سلطه فهمت ولا على ال ال الباعثين العقاريين وعلى لا كاليتي ما عنديش سلطه عليهم دونك فودري بوكو بلوس فوار سا مع السيد وزير التجهيز سون بور اوتو كو جييت لاسبونسابيليتي ولا حاجه مع السيد وزير التجهيز مع اللي جات لي زانستونس اللي تراقب في الكاليتي كونك تعمل مسكن اجتماعي فهمتني ولا ما تعطيش اون كاملود وهذا ما احنا التامين مم. العشري والمسؤوليه العشريه وما في الحيوط وفي غيره وفي غيره وهذا كلها منظومه عامله في القانون التونسي دونك. لكن نتصور الطبقات هذيك فهمتوا ليه ثقافتها القانونيه هي اللي ناقصه شويه باش نهار تتكسر البوني ما يهزش اللي, اللي بيع اللي يهز قدام المحكمة وما يجيبوش الاكسبير ما تعتبرش انه اليوم زاد احنا بحاجه للسياسه احسن فيما يخص البعث العقاري فيما يخص التسكين نتاع الاجانب هذوما في تونس والا تمكينهم من حق الاستيطان في في تونس يقول لك احيانا انا حاجتي بناس اللي مثلا قرى كامله ولا منطقه نائيه م -م. نصنع منها اه نخلي الاجانب يجي ويملكوا فيها حتى نعيشها حتى نحييها حتى كما صار في المغرب مثلا لين ولات مثلا مراكش قبله معناها فما أه سياسه دون سونس والا جوست الشخص اللي يحب يشري مسكن خليجي يشري مسكن على روحه وتقف غادي معناها أه معناه. جو في مدرسي افو ولكن الناس اخرى معناتها هنا توا لازمنا اون دوا اريتي نو شوا اون دوا اريتي نو شوا مع ملكيه الاجنبي جاوبك انا معناها صنف. لا لا قلت <applause> <applause> لك جو مدرسي افو فهمت ولا مي الناس اخرى وراك فهمتني ولا يفو اريتي نو شوا شنو الاراده السياسيه نحب نحلوا نحبوا أي. نحب نحلوا فهمتوا ليه هالمرشية هذا كريمة لل... لل... معناتها ل... للمنافسة خاطر على مرمى حجر قدامنا في اسبانيا ب 90 ألف يورو أنت عندك اف 3 غادي في اسبانيا متفقين؟ آه المغرب المغرب تعطي الأراضي بالدينار الرمزي م. بالدرهم الرمزي غادي علاش؟ إيجا برك خدم ولاد البلاد دونك <applause> ماهيش على خاطر تكون سياسه كامله تبع بعضها على خاطر <applause> انا نحل قريه نائيه ونحللها البيبان وتهبط الناس نجم تشري فيها الاراضي ونجيب الصناعيين ونحكم عليهم طابع مثلا معماري معين كما الازرق والابيض مثلا تاع بوزعيد <applause> والا جهه في توزر ولا غيره ونختار طابع معين ونقول لهم يلزمكم تبنيوا الكل بالطريقه هذيك نخدم الصناعيين اللي في تونس الحرفيين معناها ساكري توت مغشى مارشي وديناميك كامله تصير في في منطقه اما انه يكون هكا بهذه الطريقه معناه انه يجي واحد يجي يشري ارض ولا يشري دار وتقف الحكايه غادي ما تحسش انا كان مش مدروسه كما يجب انا ما مت... اشوف أبو... انت الستينات عقليه الستينات او افكار الستينات هو, هو الامر القانون صادر, علي... صادر عام هو الامر العلي هو الامر العلي صادر عام 57 اللي متمسكين به اليوم الناس كل صادر عام 57 س... وهو وجد اصلا تفكر الفتيات قبل كانوا توانسه يشريوا برخصه الوالي والاجانب يشريو برخصة الويل وجد اصلا للحد من حكايه المضاربه احنا حشنا باكثر فلوس انت تحدثت قلت لك كي حاولت باش تسوق لي هذا القاعه وتفسر هذه المذكره قلت انه باش يدخل فلوس لخزينه الدوله بمعنى انه كي نسمع سياسه من هذا المنطلق انه استيطان الاجنبي في تونس يكون في اطار سياسه لاحياء مناطق نائيه لتشغيل مهنيين وحرفيين لو احنا تو على بمعنى. اجنبي أجنب على اجنبي نحكي نحكيه على تزيري وعلى الليبي وعلى هذوما هذه سياسة الجوار بعد نجم نحكيو على الاسباني وعلى الاوروبي في الساعه والايطالي والفرنسي شوف il s'agissait pour la conservation بالذات ساعتو دابور المعطى المالي وذاك تعرفوا البنك سنترال وتعرفوا وزاره الماليه اكثر مني فهمت ولا وتنجم تقول لي هذا مش مربح جمله طيب جدا متفاهمين ومعناتها نجموا نعملوا سياسه دانتور دا دا دومان نحيه ولكن احنا ساعه عندنا مشكل لازم نتفاداوه يا خيبة المسعى لو كان يقعدوا لك ما نعرفش قدش من ألف ليبي يا خيبة المسعى هما ملاكة في الدنيا ونتوانسة أخرين ملاكة في, في السجل العقاري هذا اللي عنا اليوم آه 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 هذا اللي باش نمشيو له كان باش نتمداو على السياسه هذه هذا اللي مش اليوم يلو. عنا ديار شارينها ليبيا اما بايعينها بيع... بايعه ثانيه لتوانسه مش بايعينها بايعة ثانيه لتوانسه ساكنين فيها لا هما ساكنين فيها ولكن ماهوش مرسم في السجل العقاري هذاك علاش احنا معناتها استبقنا خرجوا توا ناس من ديار ما عندناش باش من ديارهم علاه اللي باع فما كونترات وقعد يحوس في الطبيعه ما جاش اي بايتي انسكريت سور لو هالكونترات من مصلحه الناس كل مم. من مصلحه الناس كل طيب. انه الوضعيه تولي باينه رد بالك تمشي وايش. تشري العقار هذا من عند غير مالكه ايه. كانت مديا على الوضعيه اللي احنا فيها تو ايه. غير مالكه واش تلقاه هو اللي ينسكري فهمت كيفاش؟ غير ملكي اللي هو التونسي في الحاله دي ايه. يعطيك صح طيب جدا فو اذا كان مش نتمداو على عدم ترسيم العقود هذه لي. وغدوه يوليو لك رسوم مجمده نعم وسيادتك تعرف اللي عندنا من عام 90 احنا اللي تعملناه مع البنك مونديال را. واحد. فما افه كلات السجل التونسي، سجل العقاري التونسي اسمها الرسوم المجمده، مم. عقارات معتها في الـ في الـ في الاوراق في الرسم العقاري تلقى فيه ملاك ووضعيه قانونيه مم. وفي الوضعيه الماديه وفي الدنيا تلقى حاجه اخرى، وميتو استراتيجيا بالاداره من الاول ومن بعد بالمحكمه مم. وبقضايا طيب. واشارات، اسكون فو اليوم نعاودوا ونمشي للوضعيه من نوع هذا، رد بالك في بلايس من ارقى الاحياء عندهم دونك euh, احنا استبقنا وهذا من واجبات حافظ الملكية العقارية طيب جدا واضح واضح السيد حافظ الملكية العقارية سي جمال عياري شكرا لك على حضورك معنا على قبول هذه الدعوة نمشي لموضوعنا الثاني واللي هو يخص اختتام أيام قرطاج السينمائية نهار السبت اللي فات كان حفل اختتام ايام قرطاج السينمائيه في دورة 27 خمسينيه المهرجان السينمائي الاعرق في تونس اللي جماهيره كانوا يستناو في حاجه سبيسيال وفيها جانب احتفالي خاص الامور التنظيميه وحتى تصرفات الحضور ما كانتش في المستوى وللاسف الدوره كانت عكس التوقعات الاخطاء التنظيميه ظهرت من البدايه واللي تتمثل في عدم احترام وقاره ورمزيه البساط الاحمر اللي كانت فيه حفره تثبت بسقوط اكثر من فنان وتشويه الحدث أخطاء التنظيمية ظهرت في نقطة أخرى وعكس ما صرحت به لجنة تنظيم المهرجان فإن المتفرجين ما يتمكنوش من شراء التساكر إلا ما يتنقلوا للقاعة اللي فيها العرض هذا رغم اللي إدارة المهرجان وحسب بعض وسائل الإعلام قامت بشراء برنامج قيمته تقريباً 200 ألف دينار يمكن المواطنين إنهم ياخذوا تساكرهم من أي قاعة تاخير في العروض زاد صار في عدد كبير من الافلام اللي وصل في بعض الاحيان ل 30 و 45 دقيقه هذا بالاضافه للاخطاء التقنيه اللي تكررت واهمها غياب الصوت اللي وصل في بعض الافلام ل 15 دقيقه كامله الامور ما وقفتش عند هذا الحد بل وصلت حتى لعدم عرض افلام مبرمجه وجمهورها قصه ساكرو ومشي للقاعات وما لقاش الفيلم من غير ما يتقدم له حتى تبرير وافضل مثال الفيلم التونسي خلينا هكا خير مشكل كبير زاد صار على مستوى النقاشات اللي كانت تصير بعد كل عرض واللي اختارت اداره مهرجان التخلي على هالتقليد اللي يعطي طابع خاص للمهرجان القرار اللي ما استحسنتوش الجامعه التونسيه نوادي السينما تنحيط النقاش وكانك نحيت اكثر من 50% من روح المهرجان هذاك علاش كان رفض لينا القرار هذا وسعينا انه يكون فما نقاش الافلام على الاقل اللي قدمتها الجامعه التونسيه السينما في المسابقه الرسميه وفي مسابقة العمل الاول وكان ناجح بشهادة صناع الافلام والجمهور اللي كان حاضر. بعيد عن الامور التنظيمية، تصرفات جانب من الحضور ما كانتش في المستوى واللي قللوا من احترام الحدث واللي وصلت في بعض الاحيان للتلاسن، صورة ما تشرفش الفنانين والنخبة التونسية. الدوره اللي صادفت خمسينيه ايام قرطاس السينمائيه واللي كان من المفروض تكون افضل من الدورات اللي سبقوها لطبعها الاحتفالي شهدت فشل تنظيمي كبير حسب اغلب المدخلين والنقاد وما كانتش في المستوى شكرا للزميلي محمد شريف حواس على هذه الحوصلة لأيام قرطاج السينمائية خلينا نرحب بضيوفي الحاضرين في الاستوديو سي خميس الخياطي ناقد سينمائي شكرا لك على قبول الدعوة يعيشك الله يخليكم مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات شكرا لك سيدي اهلا بك زاد سي سليم صنهاجي المخرج المسرحي توما من الناس اللي واكبت ايام قرطاج السينمائيه منذ بدايتها البارح ما يخفاش على الكثير وانه كان هناك خلل في التنظيم بعض المشاكل زاد وقت فما اللي يحب يطلع على البوديوم يطلع بعض الاتهامات بعض التلاسن اتسيتيرا خلينا نبدا معاك سي خميس شنو المشكل اليوم في التنظيم نتاع ايام قرطاج السينمائيه؟ هل مشكل امكانيات ماديه؟ هل انه خاطر ما عندناش لا تراديسيون باش نظموه كما يجب؟ هل انه الاشكال في انه ربما خرج من الحله اللي بدا بها عام 66 ولا وين المشكل من حيث التنظيم تو بعد نزيدوا نحكيوا اكثر على المحتوى؟ تفضل ل... شكرا للاستضافه الإشكال هو كبير، يعني ما يمسش فقط يعني التنظيم، وما يمسش فقط يعني اختيارات الأفلام، ما يمسش فقط البنية التحتية، فيه المهرجان استمر، وبعدين كما نعرف يعني في 2014 يعني ولا يعني سنوي، وإقامته السنوية ما تمشتش مع أنه فيه بنية تحتية ممكن تستمر حتى معا. عام بعد عام كانت لا كانت لا لا كانت البنية التحتية كانت أكثر أه. من هذه يعني وقت انت عندك عدد عندك خمسه قاعات في شارع حبيب بورقيبه وانت قبل كان اكثر مم. يعني عندك انت يعني ما عندكش يعني قاعه كبير يعني قاعه سينما مش مم. كما يعني قصر المؤتمرات يعني وقت تدخل هذيك كانت باش تحضر يعني لمؤتمر نتاع احد الاحزاب السياسيه ولا حاجه يعني كما كاكا هو كل العثرات وكل الحوايج هذيك كل فهذا كله تفاقم عده امور اضافه إن الى انه الخمسينيه زادوا فيها يعني فيه تظاهرات يعني مسابقات في اربع مسابقات اضافه للافلام تاع 50 سنه فكله جاء مع بعضه نزيد انا داخل داخل هيئه المهرجان يعني فيه الناس ما عندهمش ما تعاملوش قبل مع المهرجان واستضافه ناس وكيفاش واحد وقت يجي من المطار لازم تشدوا لازم تخدم معاه لازم توصلوا الى اخره ولا واحد يستنى باش يقدم فيلم نتاعو في قاعه سينما بعيد على شرح بوبو ومن شفنا هذا شفنا الواحد الجزيري الموقف نتاعو نعم ومن <مم> هذا رينا الموقف نتاع النخبه الديليغاسيون الجيريان وال لا الديليغاسيون الجيريان موضوع اخر لا موضوع اخر الديليغاسيون قلم... الجيريان الفيلم اللي جاء بها مش في المسابقه مم. يعني على سانت اوغستان وكان موجود في وحده واحت... احتفوا بهم والصحافه التقتهم يعني لكن ما كانش موجودين هم في الصف الاول كانوا لانه ما همش في المسابقه مم. ما تم جوائز يعني للديليغاسيون الجيريان اللي هي جت بالنسبه للفيلم لسانتوغيستان اوغستان طيب ف... شنو اهم النقاط اللي فيها اشكال حسب رايك انت كشخص اهم النقاط هذا اللي فيها اشكال هو التنظيم أيه؟ والتنظيم يعني لازم يكون الناس يعني ليه عارفين تنظيم يعني خطوة نقارن ونحن بمهرجانات يعني تقام سواء كان في المغرب أو آه. في دول الخليج يعني وراهم مؤسسات مم. كبيرة مؤسسات أجنبية احنا تونس عمره ما يعني كان كما مهرجان مراكش يعني مم. مثلاً اللي هو في الأول في بدايته حتى السنوات الأخيرة كان يقام من طرف يعني هيئات فرنسية فالصغير كان المهرجان كان صغير وكبر وتوه يعني بإرادة سياسية كبرة باراده سياسيه ثم كذلك كان يعني يكبر بسرعه كبر بسرعه يعني والكل كنا مثلا نوادي السينما كانت موجوده يعني في المهرجان اليوم وين مش تعملها بتاعت النقاشات لانه دار ثقافه شوفي دار ثقافه من ابن خلدون مسكره مم. عندك المسرح البلدي مسكر قاعات سينما موجوده في شرح ببرجيب والجمهور موجود ومسكره مم. فهذا كله يعني خل... هذا آه وقت... اللي يخلق الابتذال اللي يصير من قله القاعات ما الجمهور بزمار. تبدل وقت آه. شوفي انت عامل يعني صف طويل تقول هو يحب الفيلم الاخير داخل ويقف الجروب يعني تخدم في في قاعه السينما ويسوي كي يعيطوا و... لا يعني وبعد بعد يخرج يخلي وسائل مسخه وغيره أيوة. غزمة أه هوني انا نحب نرجع سامحني على الاراده السياسيه كيفاش قلت كبر الاراده السياسيه كب... في اعتقادي من وقت اللي حبوا يكبروه باراده سياسيه تحكي على مهرجان مرة مهرجان لا, لا, مهرجان حتى كبروه باراده سياسيه زاد نحب آه. نذكر اللي حبوا يتخلصوا من الاستقلاليه الفكريه نتاعو حبوا يتبناوها كدوله حابة تتبناه وتكبروا وتعطيه اكثر بهرج واكثر احتفاليه باش ينحاز على المسار الاصلي نتاعو على خاطر كان الدورات الى 2008 وحتى قبل حتى قبل كانوا دورات نسميهم عكس السير، يعني عكس المت... الموجود، كانت دورات وكان مهرجان يقبل فكر اخر نتاع نتاع سينما، يكبر اشخاص اخرين نتاع سينما، ما فيهش لو تابي روج بالمنطق لو تابي روج يعني الاحتفاليه ما كانش ما كانش مهرجان، ما كان عمره ما كان مهرجان تاع تاع ما كانش معنا حتى ليفردات كانوا متواجدين لكن كنا ندوروا معاهم كانوا يقعدوا معنا في كافيه باريس كانوا يمشوا ياكلوا معنا كافتاجي وياكلوا اللي هما نجوم من الكلمه اذا كان نحبوا نحكي نور شريف ولا ملص ولا يعني في السنوات هذيك معناتها الاراده السياسيه كونه باش تغيب هالموجة هالفكر اللي قاعد يشتغل م. في 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 في, في اتجاه معين تسليم في هذه النقطه هل اليوم اذا كان يكون فما نفس الهيئه او نفس اللجنه هي اللي تنظم المهرجان كل سنه حتى تخلق عندهم التقليد في تنظيم وانه يعرفوا اكثر يمشيوا يعملوا فورماسيون على التنظيم تاع المهرجان كي تكون ايه. عندنا الاستقلاليه تاع المهرجان وتكون عندنا لجنه تنظم أنا, أنا بدي حتى ماديا على الوزاء هل هذا ينجم يكون حل ولا لا؟ لا مش صحيح مش صحيح كيفاش؟ مش صحيح خاطر كنا نحكيو يلزموا يستقل يستقل المهرجان يستقل المهرجان بمعنى بمعنى ماذا؟ معناتها يستقل معناتها تجيب فلوسه وحده ما الدوله قاعده في الفلوس هي يعني معناتها فما هيئه تصير تعيينها وتصير كذا معناتها الاستقلاليه فاش فاش بالضبط مم. كي تقول لي يجب ان تكون هناك اداره قاره إدارة قارة فما فرق ما بين الإدارة الفنية والإدارة التنظيمية التنظيمية الفنية كونها تسافر وتختار أفلام وكذا وعندها خط تحريري خط فني يعني في الاختيارات وفي مشروع هذا المهرجان والإدارة التنظيمية والإدارة بالمعنى البسيط يعني في ترتيب الامور في السفر في الاستقبال مم. ينجم تكون متواجده وتشتغل وذوكم حرفه صنعه هذوما الناس يكونوا يعرفوا من ايش جي... نقول لك انا ما نجمش نعمل مهرجان يجي متاعه 3 مليارات ونخدم ثلاثة ارباع نتاع ولا الاكثر ثلاث ارباع نتاع نتاع الفاعلين ال... في المهرجان دي بينيفول من... ما نجمش ما نقبلهاش ما نجمش نقبلها معناتها مرحبا بيهم لي بينيفول بالعكس بالعكس اسمها فما تأثير طيب هيئه هي هي قاره لتنظيم المهرجان هيئه قاره لتنظيم التنظيم شيء هيئه قاره لاداره قارة اداره هيئه حاجه اخرى اداره قاره لتنظيم أي. يمر سي سي خميس او اي او شخص اخر بمقترح برنامج ورؤيه للمهرجان لكن التسيير والتنظيم يمشي ببيئته. ب... الاخرين ما نجموا يكونوا كان ضيوف هما توا اللي يجي يعمل وحده اللي يجي عنده رؤيه اللي يجي عنده أمام انت والرؤيه الرؤيه يلزمها وقت خدمه زاده يلزمها معناتها رسكله يلزم عندك اشخاص يلزم عندك نظره على واقعك الموجود ما تنجمش انت تبرمج 400 فيلم في خمسه ست قاعات العرض الثالث نبداو نسدوا في خشوماتنا بالروائح معناتها مش حكايه كم هذا اللي نحب نقص. مش حكايه كم اذا كانت تحب تعملوا كيما تحب انت بالتفيروج وبهذاك الكيف الكيف ما تنجمش ما تنجمش تخلطها ما تنجمش تخلط ال الشيء يولي مضروب شوي ما يقابلش بعضه ما تنجمش تحب تعمل انت لو فيستا لو تابي روج والاحتفاء هذا باهي اما يلزم لا باهي باهي اولا ما عادش يولي ملكك الساعه يولي ملك لو يولي, يولي شكون أعطاك اكثر فلوس وشكون يعطيك اكثر فلوس باش تعطيه خدمات خاطر انت كل توا اللي يتعداو هذوك كلهم سي دي ميزون دو مش يستعملوا في الفنانين ما بين قوسين او ممثلين ما بين قوسين باش يلبسوهم باش يعديوهم راهو معناتها فيهم ديزاكور فيهم اتفاقيات فيهم ديزاكور مع دي فيهم يعني استغلال هذا الفضاء الاحمر عالم كامل يصير اللي, اللي احنا مازال عندنا كان الصوره الشكليه البرانيه احنا عندنا مضروب مضروب <متصفيق> <ما> كانوا كانوا مش <متصفيق> من الجانب التجاري اللي وراه الكل يخدم الناس الكل مش موجود لهذاك هذاك خدمه كي تحب تعمل هذاك صلح القاعه باش تقاو عليها اللي فلوس باش مثلا باش ما مثلا نحكي انا إيه قديش اعمل وفما راهو في, في اللي في اللي مارش في اللي مارش دي تابيروش فما وقت معين عمرك ما تلقى حظه في, في تابيروش مم. فما اورغانيزاسيون البرة تسيب العباد بشويه بشويه مش اللي جاي يدخل اللي جاي يدخل وقعد وقف وقف لين تولي كريم حتى مم. هي اذا كان مجموعه حتى المصور يلزموا لابس سموكينغ زاد حتى الصحفي لازم سموكينغ حتى, حتى مرا مش مم. تعمل انترفيو تاع لازمها الروبه فا سموكينغ اما فما حاجه لائقه او حاجه لائقه بين قوسين ما تشرف هذا الحضور واضح جدا واضح سيخ مايس يعني الخط التحريري بين الخط التحريري للمهرجان بين الهيئه القاره لتنظيم المهرجان وايضا انه نكونوا عندنا الريد كاربت وكالجو نتاع الكل والبايات والستاغ اكستيرا لكن حافظ على خط 66 وطار يعني هو الخط نتاع المهرجان لم يحد على يعني المهرجان قليل قليل ويمكن يعني لم يحد عن خطه يعني العربي الافريقي مره شويه حبوا يعملوا مسابقتين يعني مسابقه لافلام امريكا اللاتينيه و يعني مسابقة للسينما العربية والإفريقية لكن رجع بعد يعني للهوية نتاعو لكن الإشكال مش هنا الإشكال أنك أنت اليوم عدت عدة مهرجانات موجودة في العالم وقت تعمل في البداية ما كانش موجود يعني مهرجانات أخرى إيه. في الدول لا في الدول العربية ولا حتى في المتوسط ولا في إفريقيا إيه. فبالتالي كثروا المهرجانات وعندهم سامحيني في الكلمة عندهم الدزة عندهم مم. فلوس وبالتالي يشريوا ناس يشريوا يظهروا لهم يعني كل الامكانيات <applause> اللي هي يعني يشريو موجوده يعني يشريوا ناس عندهم فلوس يجيبوا شركات اجنبيه اللي هي تشتغل بها <تنظم> يشريوا افلام المعنى. اول مره أه؟ تعرض لا. يشريوا فيدات يمشيوا على يشريوا افلام بفلوس. وقت, وقت انت عندك يعني جي في نجي نعطي الفيلم نساعده باش يعمل الفيلم بتاعه ونتفق انا وياه انه الفيلم بتاعه لا يعرض اول <applause> مرة, مره الا عندي انا <applause> لكن الوقت هذاك فيه افلام يعني حتى افلام تونسيه مم. لا تعرض اول مره الا في دول اخرى مم. اللي هي هذيك اعطتها فلوس تكميل مش تكميل نتاع يعني اعطتها أيه. فلوس باش تكمل يعني الافلام نتاعها اضافه لهذا يعني عندك انت هيئه كل مره تتقام يعاود المهرجان نعود من اول وجديد شكون باش يشد واللي كان هو باش يعاود يعني ولا ولا هي باش تعاود تشد المهرجان يلزم الهيئه تتكون مو. يعني فيه قربله فاذا كان تكون هي هيئه قاريه هذا كان فونداسيون كان هي فونداسيون عندها الدوله تعطيها فلوس وتحاسبها ثم هي عندها استقلاليتها تجيب فلوس من برا وعندها قوانين مم. والمهرجان قرطاج ما عندوش اليوم ما عدا قوانينه الداخليه يعني التنظيم يعني الجوائز الى اخره ما عندوش قانون اساسي مم. يعني فانت يعني تعيني واحد تعيني الدوره بعدك يستنى حتى العام الجاي يعني يعينوش مره اخرى نشوف المهرجانات الاخرى وعلاش لليوم اليوم من عام 66 هذا الاشكال ما لا تروح لليوم عام 2016 لا ما خاطر اليوم اليوم كثرت وزاد الفيسبوك زاد عليها برشا وكثرت القنوات التلفزيونيه وكثرت التنبير يعني حاجه هكا واحدة عثر تصبح يعني كانه كانه يعني هذاك هو العصر سيخ إيه يعني ما يجم ما هل نقعد في مهرجان خطوا حسب ما حكيتوا الزوج يقول خط التحريري لم يحد الى لم يحد حد انا حسب انه يضوي على السينما و... العربيه والافريقيه هذا ما تفكير فيه فقط في الشكل في الشكل لكن المهرجان هو شكل لا المهرجان هو شكلي يعني المهرجان ما عدا يعني وقت عند الجوائز وقت انت تختار الافلام سمحني يعني الافلام افلام عربيه افريقيه يعني التانية الذهبي كله يمشي للعربيه ما يمشيش مثلا للسويد فهذا هو الخط التحريري نتاعه ان ياخذ افلام لكن انت اليوم عندك نوعا ما التلفزيونات وقت تغطي ما كانتش موجوده قبل عندك الجرايد وقت كانت هي موجوده توا يعني اللي موجود على الانترنت يعني في بهرج في مجبور تتعامل معاه فيلزم ان يتطور اذا بي... المهرجان سي نعم يلزم يتطور المهرجان يلزم يتطور المهرجان بدون اللي فقدان اللي شخصيته به لكن مع سي خميس نقول فما بهرج إذا كانت متعرفش تجد البهرش مت 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 زعم زعم ما تعرفش قد البهرج ما تدخلش ما تعمل زعما زعما نعمل في البهرج، أنا مشكلتي في هذايا مشكلتي في الاحترافية في تقديم الأشياء في <applause> تنظيم الأشياء في تنظيمها حتى إذا كان توا تقول لي كما يقول سي ميس تلافز والبز والفيسبوك ولي ديتاي لي ديتاي بوتي والأضواء والشارع اخدموا اخدموا حضروا ما ما يلزمش يكون وراق ما يلزمش يكون فكر في الوراق ولا في في تقرير باش يتعطى للوزير ولا باش يتعطى لرئيس الدوله باش باش نقولوا ها كحفنا فقط لا ما حد ما كان اعظم انا متاكد اللي 80 مش متاكد انا متاكد 100% 80% من الافلام لم تتم بظروف طيبه عرضها بظروف طيبه لانه لا. مشكله على خاطر سمح سامحني في مشكله أه ما مش يعني انا منش اللون هدايا سي سي ما تشريح ما تعكس وكذا يعني مش امور تقنيه اي سيغما على خاطر على خاطر راهو كيما كيما ننظموا اي مهرجان ننظموا مهرجان سيدي ما اذا كان ما انا قبل بست يعني. اشهر ما ننظمش القاعات نتاعي وما نقولش اللي اكثر من زوز عروض ثلاثه عروض في قاعه على خاطر القاعه لا تستو لا تتحمل خمسه خمسه عروض ورا بعضها ما تتحملش فيزيك ما, ما تتحملش بالريحه م. باللي تحب م. ما تتحملش علاش علاش الحشر هذا في الرابور نقول 400 فيلم 400 فيلم كان تفرجوا منهم 10 بظروف طيبة أفار عدا دعم العشرة من هي مهرجان أيام قرطاج السينمائية عمره خمسين سنة ولكن عام 2016 وكأنه عمره عام من حيث التنظيم من حيث الخيارات لا راه راه راه, راه هو معناتها اللي صاير على خاطر ما يعطيش عمره ال 50 سنه معناها ما نجمش هو لا نجم يعطي عمره في اماكن بالافلام أخرى. الموجوده يعطي في أمكت عمره أمكت الافلام اللي الافلام او بالانشطه الموازيه مم. ينجم يعطي عمره مم. أم يعطيش عمره مثلا في تنظيم سارة الافتتاح والاختتام هاي هذا لد... لهذه الدوره مش كل دوره نعملوها هكاك الدوره هذه جيت جات الم... جات الخلطه تاع المايونيز ما خطفتش السنه معناتها يفو اي بونسي اسكو قاعه المعتبرات اسكو اونبا سي بيان بريباري ما حضرناش اكثر شيء هذايا تلهينا في البرمجه او في اشياء اخرى او في اشياء اخرى على خاطر في المهرجانات وفي الاشياء الحيه هذايا الغلطه بفلقة ما عندكش وقت للتصليح اذا كان صارت صارت. لا شيء واضح معناتها ولذا هذاك شنو نقول نقول قد ما تحضر تقول ما حضرتش هذايا في اعتقادي لكن وقت نمشي تشوف اللي قاعد يصير مثلا باش زاد ما نكبروهاش ما توليش زاد مشروع كبير اللي في الشارع لا لا حتى, حتى الباهي حتى الباهي لازم تحطوا فيه نحكيو عليه سخطنا هو حاصل مش حاصل ليش مش بشرطيه كيما الخايب والباهي مش بشرط مش بشرط كيما الخايب والباهي حتى الباهي حطوه في الحجم نتاعو ما تكبرش مش خاطر العروض في السجون والعروض في التكنات ولا واحد يتكلم عليها معناها يعني مهمه بمهمه اما ما توليش هي باش تغطي لك المهمه وهم برشا اما ما لازمش تغطي لك النقائص يلزمنا يلزم معنا... تشريح كيفاش نقول ايجابي آه. ايجابي في الاشياء كيما هذه في هذا الاطار سي معناها يلزمنا حتى كي ننجحوا في حلقات النقاش في الندوات كيما في العروض اللي صارت في في السجون العروض اللي صارت في شرح في في نفس الوقت زاد ننجحوا في حفل الاختتام والافتتاح زاد من بين ال... اضعف النقاط معناها كانت الدورات السنه هي بالفعل حفل الاختتام والافتتاح في اي مقاطعه سينمائيه؟ لا بالنسبه لي انا مش هذا يعني هذيك يعني يعني ما هي النقل. اكبر نقاط ضعف ب... يعني من نقائص بالنسبه لي للعبد هو يعني انه الاكتظاظ الموجود امام القاعات وانت مثلا واحد باش يخدم صحافي بشمشي يغطي يعني يزوي يتعدى وياخذ تساكر ويشد الصف و و لا يعني فيه ديباج معمولين انه هو محطوط صحافي يعني يدخل ما يعني والناس الاخرين تشتي تذاكره ما اذا كان انت تمشي وباش تستني تشدي الصف وباش تاخذي تذكره وتلقي بانه في قدام يعني الشباك بانه ما عادش تساكر ضيعت الوقت يعني, يعني فهذا كل الاشياء اللي هي يعني فيها بت... حلول تقنيه جاي فيها, فيها, حلول, فيها تقنية حلول تقنيه, لكن يلزم الانسان ياخذ لها وقت ويعطي سامحني الناس المناسبين والكفؤين باش يشدوا اماكنها م. وقت انت تعرف الواحد يعني يجي وما يعرفش المخرج اللي قدامه اللي هو باش ي... مش باش يقدم باش يوصلوا الكهرباء متاعه الى اخره لا <applause> يعني فيها اشياء اللي هي مخرج مخرج باش يقدم فيلم في ام الكار يستنى يهبطوا له يعني سياره قالوا له أطول سياره تكون يعني قدام الفندق <applause> استنى 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 ما جاتش ولا بطل يعني <applause> ففي يعني نوعا ما آه <applause> ناس يعني يخدموا في المهرجان كما قال لك يعني هم يعني متطوعين <applause> يعني في المهرجان لكن التطوع لا يعني عدم الكفاءه طيب هي لازم تتطوع نوادي السينما كانت هي تعمل في تعمل في الحوارات او النقاشات النقاشات كانت في دار بن خلدون دار بن خلدون ما يعني دار ثقافه بن خلدون الممثلين كانوا هما زي زيكومبانياتور اي نحن كنا نتطوع من كممثلين محترفين او هواه ونهزوا المخرجين أي شرف لينا معناتها والغدوة شرف ما هو يعني توا في... باش تعمل نقاشات يعني مش النقاشات مع الصحفيين نقاشات مع الجمهور باش تعملها في دا في أي مكان في قهوة تحط تاخذ قهوة مثلا ما عندكش الامكانات يزم البنية التحتية لو كان جت مدينة الثقافة موجودة ولا بنية عندك أنت أشياء أخرى يمكن تكون وقتاش يلزمنا نبداو نحضروا المهرجان سامحني أنا عندي نقطة هذه نحب نجاوبوني عليها بعد شوية نخرجوا فاصل صغير ونعاودوا نرجعوا خلينا شوية مشاهدينا راجعين تتصيد في هنا الان مرحبا بكم